قوي هذا الاسف. الله يبارك فيك. والعاقل اول هذا المدعو هذا اليوم بعد تجيب خطاب ان شاء الله. شرفتي ليلى وشرفتي فجزائر جديدة بجيل جديد إن شاء الله. إن شاء الله. أنا سير بون. لا مسافر. التربية والمواطن صالح المرجعي. بارك الله فيك. الخير إن شاء الله. إن شاء الله. عليها وعلى الجزائر. إن شاء الله. هكذا بلغني بأنك أنت الأولى في رعاية أكبر. هذا النجاح في الأصل يعود إلى الوالدين الكريمين أمي وأبي، وذلك يعود إلى الأساتذة الكرام الذين رافقوني ولم يبخلوا علي بأي معلومة ولا بأي جهد، وهذا ولهذا أشكرهم كثير الشكر على هذه المجهودات المبذولة والتي وضعتني فيما أنا فيه الآن. فرحة ولا يعني ما نقولش في حياتي هذه أول مرة اللي نذوق طعم الفرح، الحمد لله هذه آخر العنقود في النجاحات في البكالوريا، لكن كلها طعم خاص. كلها طعم خاص لتفردها لنجاحها للمثابرة، الحمد لله ربي اللي كرمنا وكرمها بهذا النجاح هذا الباهر. هذا فرصة أنني أحفزها على المثابرة على العمل بنفس الجدية بنفس العزيمة وبنفس الرغبة في الامتياز، وهي ممتازة وهي ممتازة. الفرصة أنني أوجه الشكر كذلك وتحية لعائلة التربوية على مستوى الولاية بالنظر لتقدم اللي شدها في النتيجة. نتمنى لهذه الطالبة التوفيق في مسارها الجامعي وفي مسارها المستقبلي، ولا شك أنها ستكون ثمرة طيبة من هذه العائلة الكريمة.